السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. كثير من الأهداف ما بتتحقق لأن الناس بتفكر في الأهداف بطريقة مستقبلية، بيقول لك أنا داير في المستقبل أحقق الهدف الفلاني. فالهدف ما بيتحقق في المستقبل، الهدف بيتحقق الآن. فلذلك ما تقول أنا داير أحقق هدف في المستقبل. يعني مثلا هسه مثلا عندي الساعة 11 مساء، لسه عندي هدف أمشي صلاة الفجر. بمشي صلاة الفجر كيف؟ بخطو خطوة تجاه الهدف الآن في اللحظة الحاضرة. فممكن أنوم بدري، يعني ممكن أسي الآن أمشي أنوم. دي كده بتكون خطوة في اتجاه الهدف. تقدر تصحى، يعني أي هدف دايرك تحققه حققه في الآن في اللحظة الحاضرة. داير مليون دولار في المستقبل، What can you do now؟ دخل دولار الآن. داير تبني بيت 20 طابق، What can you do now؟ خد طوبة واحدة بس right now في اللحظة الحاضرة. لو خدت طوبة واحدة فقط كفاية، بكرة بتخد طوبة، بعد بكرة طوبة، البيت بيتم. يعني كثير من الأهداف الناس بتترك الهدف للمستقبل، والمستقبل ده ما بيجي والهدف ما بيتحقق. فانت اي هدف داير تحققه اسأل نفسك What can I do about this goal now؟ ممكن اعمل شنو؟ ممكن اخطو يا خطوة في اتجاه الهدف ده الان في اللحظة الحاضرة، لانه اصلا ما في شيء اسمه مستقبل. المستقبل ده هو continuation، تسلسل بتاع لحظات حاضرة. يعني المستقبل ده ذاته لما يجي هيبقى الان. ف all you have is now. فأي شيء داير تحققه حققه الآن، وما لازم تحققه كامل، لكن أخطو خطوة تجاهه الآن. يعني أنت لو بتقول أنا داير أبقى مليونير، بتقول كده، والآن أنت بتتعلم، دي خطوة في الاتجاه ده. لكن لو بتقول داير أبقى مليونير وأنت بتلعب كوشتينة، دي ما خطوة في اتجاه الهدف. فأكبر مؤشر إنك بتحقق هدفك ولا لا إنه أنت بتسويف، هل في تسويف؟ يعني هل هدفك ده أنت بتتركه للمستقبل، ولا هدفك ده أنت شغال فيه والآن؟ والسلام عليكم ورحمة الله.